ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ انا الشكت احمد. طبعا انا بقالي كتير جدا ما عملتش فيديو اسئله واجوبه، قررت النهارده ان انا اجاوب على الاسئله اللي انتم بتسالوها. لو انتوا مش مشتركين في القناه مستنيين ايه؟ في زرار احمر تحت الفيديو على طول، اكتب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، دوسوا عليه وجنبه هتلاقوا فيه جرس، دوسوا بعدها على الجرس ده هيظهر لكم ثلاث اختيارات، دوسوا على اختيار كل او اول ان انتوا يعني تسلموا كل الاشعارات. وطبعا على الانستجرام ده اسمي، كمان باقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها هتكون تحت في صندوق الوصف. خلينا نبدا باول سؤال. ليه مش بتحطي ميك اب؟ باباكي هيطلع معاكي امتى؟ الاهم من ده كله انا بحبك جدا. لو خدتي سؤالي قولي اسمي ريتاش. اهلا بيكي يا ريتاش. موضوع ان انا مش بحط ميك اب، انا لقيت اسئله كتير جدا جايه لي على الموضوع ده، والاجابه هي باختصار ان انا بحب اكون على طبيعتي، مش بحب ان انا احط حاجه علشان اخلي نفسي جميله، او لو مثلا عندي حبوب او لو عيوب في بشرتي او لو كده ان انا اداريها ليه؟ ما انا احب نفسي على طبيعتي افضل، ليا خلقه ربنا. بالنسبه للسؤال الثاني انا مش هقدر اديكي اجابه، لانه كل واحد على حسب هو حابب ايه، وكل واحد وخصوصياته. انا ما اقدرش اجبر حد ان هو يطلع معايا في اليوتيوب لو هو مش حابب. السؤال اللي بعده، ليه ما بقيتيش تنزلي فيديوهات تمثيل زي زمان؟ اوكي، قبل ما اقول لكم ليه، هو لسه كان في فيديو نازل مثلت فيه مشاهد من مسرحيات وافلام معروفه ومشهوره، عملته على جزئين. لو انتم ما شفتوهوش هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، في اول صندوق الوصف. صندوق الوصف ده اللي هو لو انتم من الموبايل دوسوا على العنوان بتاع الفيديو هيظهر لكم كلام كده كتير، هو ده صندوق الوصف. لو انتم من اللابتوب تحت العنوان بتاع الفيديو هتلاقوا كلمه قراءه المزيد او ريد مور، دوسوا عليها هتلاقوا هو ده صندوق الوصف. يعني الناس اللي مش عارفه فين صندوق الوصف، المهم هتلاقوا فيه اللينك بتاع الفيديو هنا، روحوا اتفرجوا عليه. ارجوكم استمتعوا بيه زي ما انا استمتعت. بالنسبه للسؤال ده جالي كتير، كان سؤال اللي هو انا ليه ما بقتش اعمل مسلسل صوت ومفتحي على ام الشكت من السلسله دي. يعني الحقيقه انه انا بحب فيديوهات التمثيل جدا، كتصوير ككل حاجه، بس الفيديوهات بتاعت التمثيل مش زي ما انتم فاكرين. الفيديوهات بتاعت التمثيل بتاخد وقت طويل جدا، سواء من ان انت تجيب الفكره، تكتب السكريبت دي، ان انت تصور، وبعد ما تصور تمنتج. وطبعا التصوير والمونتاج دول قصه لوحدهم. التصوير لو انت بتعمل كذا شخصيه، قصه كده في التصوير والاضاءه ولو لقيت ان انت مش مظبط حاجه معينه واكتشفتها في المونتاج ترجع تعيد تصور كل ده من الاول وجديد. الموضوع بياخد وقت غير طبيعي، وكمان وقت زياده كتير جدا في المونتاج، لان المونتاج هو بياخد اكتر وقت. بالنسبه لام فتحي، انا هعمل مسلسل ده قصه تانية خالص برضه، هي نفس القصه بس على وقت اطول بكتير، لانه بيكون فيها شخصيات كتير جدا، احداث كتير جدا، مشاهد كتير جدا. الموضوع ما بياخدش يوم ولا يومين زي ما انتوا فاكرين. الموضوع بياخد، بالنسبه للفيديوهات التمثيل العاديه الموضوع بياخد كذا يوم، وبالنسبه للمسلسلات بياخد شهور. يعني انا المسلسل بتاع صوت ام فتحي على ام الشكت اللي انا عملته قبل كده ده خد معايا حوالي شهرين وحاجه علشان اخلصه، لانه انا بعمل كل الحاجات دي لوحدي. يعني انا اللي بكتب السكريبت، انا اللي بمسك كل حاجه، انا اللي بظبط الكاميرا، وبعدين ارجع اقعد واشوف البتاع متظبط ولا ده الاضاءه مش متظبطه، الكاميرا اوت فوكس، انا ده كله انا اللي بعمله كله لوحدي، مفيش حد بيساعدني. فعلشان كده الموضوع بيبقى اصعب واصعب كتير معايا انا عشان لوحدي. فببقى نفسي ان حد يجي يساعدني، يعني حد يكون فاهم في الموضوع ده او كده. بس انه فعموما انا والله بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل الفيديوهات دي، وما زلت بعملها، انا ما بطلتهاش، لا انا ما زلت بعملها. هي مش كتيره للدرجه، بس انا ما زلت بعملها. والحقيقه ان انا مخططه لحاجات ان شاء الله هحاول ان انا اعملها انفذها. انا عارفه بس معلش اصبروا معايا شويه، انا مراهقه. ممكن تقولي لي ينفع احط ميك اب ولا لا؟ ولو احط ايه؟ اشكرك، انا اسمي ملك، عندي 14 سنه. بصي انت لسه صغيره، فليه تحطي ميك اب؟ مش ضروري ابدا ان انت تحطي ميك اب. ايه هيكون هدفك من انك تحطي ميك اب؟ عشان مثلا تخلي شكلك احسن؟ طب حبي نفسك زي ما انت، صح؟ حبي نفسك زي ما ربنا خلقك. افضل لك ان انت ما تحطيش ميك اب تماما. لو بعد ما تكبري وتروحي الجامعه فكرت يعني ان انت عايزه تحطي ميك اب، مع اني ما انصحش، بس ساعتها هو هيكون قرارك انت، لانه انت ساعتها هتكوني كبرتي ومسؤوله عن نفسك، بقيتي خلاص شخص كبير وبالغ، هتقدري ان انت تاخدي قراراتك بنفسك. انا عن نفسي انا في جامعه بس مش بحط ميك اب، فاكيد اكيد بنصحك ان انت ما تحطيش. ممكن تعملي الجزء الثاني من خدع التيك توك. اوكي، بالنسبه لفيديو الخدع على التيك توك انا عملته مرتين، جزء اول وجزء ثاني، هحط لكم برده اللينكات بتاعتهم تحت في صندوق الوصف. الفيديو ده هيكون فيه حاجات كتير قوي تحت في صندوق الوصف، بس معلش روحوا شيكوا عليهم كلهم. انا مش عارفه لو انتم حابين ان انا اعمل لكم جزء ثاني من الفيديو ده، وممكن نخليها سلسله في القناه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. يعني لقيت كومنتات كتيره بتقول لي ان انا اعمل جزء ثاني، فاكيد هعمل. مره حصلت موقف محرج في اي مكان مش قادره تنسيه لحد دلوقتي؟ وعندك اخوات ولا لا؟ اوكي لا انا ما عنديش اخوات. موقف محرج، والله يا جماعه الحياه كلها مواقف محرجه اصلا، ده انا كل شويه بتكعبل في موقف محرج اصلا طول ما انا عايشه. وكمان مشكلتي ان انا بتحرج بسرعه، يعني حتى لو الموقف انا حكيته لحد والحد اللي قدامي ده مش شايف ان هو ممكن يكون موقف محرج قوي، انا بالنسبه لي بيكون محرج، لانه انا بحرج بسرعه جدا، ما اعرفش ليه بصراحه، فعلا بحرج بسرعه جدا. في اكيد مواقف كتير يعني. في الموقف ده اللي هو الله، والتاني بتاع
الحمد لله ساعتها الست ما ضربتنيش. ايوه صح افتكرت الموقفين دول. اوكي ما يحتاجوا فيديو لوحدهم طبعا، اكيد مش هينفع في الفيديو ده خالص. فاوكي الفيديو اللي جاي هيكون مواقف محرجه، هحكي لكم موقفين محرجين حصلوا لي الفكره لحد دلوقتي فعلا محرجين جدا، ولو لقيت موقف ثاني هحكيها لكم برده. فاستنوا الفيديو اللي جاي. ايه برنامج المونتاج اللي انت بتستخدميه في الفيديو؟ بستخدم برنامج اسمه في المورا. على فكره انا بحط لكم دايما كل فيديو بنزله على اليوتيوب بحط لكم اللينك بتاع شرح استخدام البرنامج ولينك تحميله كمان، دايما بحطه لكم في صندوق الوصف بتاع كل فيديو هتلاقوه في اخر صندوق الوصف تحت. انا شرحه ازاي تستخدموا البرنامج عشان السؤال ده كتير. على فكره في صندوق الوصف بيبقى فيه حاجات كتيره جدا بكون انا حطاها يمكن انتم مش واخدين بالكم منها، فممكن بعد ما تتفرجوا على الفيديو وخدوا بصه كده على صندوق الوصف. ليه ما بقيتيش تعملي مقالب في منطق؟ علشان بقت تصعب عليا صراحه. هو لو انا فضلت اعمل في شخص مقالب كل شويه، لو حد انا رحت واتكلمت معاه بجد هو يفتكرني ان انا بهزر وبعمل معاه مقلب، وبعد كده طول ما انا هعمل معاه اي حاجه هيتوقع ان ده مقلب والمقلب بتاعي هيبوظ لانه هيقفشني من قبل ما هيعرف ان انا ممكن اكون بعمل فيه مقلب فيقولي ايه ده مقلب وهتقفش. فلازم طبعا انا اخلي ماما تهدى تريح شويه تنسى موضوع المقلب ده خالص، وبعد كده ارجع مره ثانيه كمان عشان اديلها بريك شويه لانه صعبت عليا كده، وهي تفتكر ان انا خلاص بطلت ان انا اعمل فيها مقلب ومش هعمل فيها مقلب ثاني، فلما تيجي تلاقيني عملت فيها مقلب فعلا المقلب ينجح وما تكونش هي ابدا متوقعه. فاصبروا شويه. نفسك تجيبي قطه ثانيه غير ابرار؟ اوكي يا جماعه الناس اللي بتتابعني جديد انا عندي قطه واسمها ابرار. ايوه انا عارفه ان الاسم غريب على قطه بس يعني مشوها. لا انا مش بفكر لانه انا جبت قبل كده قطط في البيت مع ابرار، بس ابرار ما كانتش بتبقى متقبلاهم في البيت. يعني انا محمد من الاردن، ممكن تعملي فيديوهات تمثيليه وممكن تعملي يوم كامل تهتمي فيه بابرار. اهلا بيك يا محمد وكل اهل الاردن. بالنسبه للفيديو ان انا اهتم بابرار، لو انتوا حابين تشوفوا او لو هتتفرجوا على فيديو زي ده اوكي ماشي، فلو حابين تتفرجوا على فيديو زي ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لو لقيت كومنتات بتقولي ان انا اعمل فيديو زي ده فهعمل. انت مخطوبه؟ هو انا مخطوبه وانا معرفش ولا ايه؟ لا والله مش مخطوبه يا جماعه، انا مفيش حتى دبله في ايدي ولا اي حاجه، مش مخطوبه. مواليد سنه كام وبرجك ايه؟ مواليد سنه 2000 وبرجي هو الجوزاء على ما اعتقد. لو اتخطبتي هتعملي فيديوهات مع خطيبك؟ اوكي مش عارفه ليه حاسه ان الموضوع لسه بعيد شويه، موضوع ان انا اتخطب والكلام ده دي حاجه في المستقبل يعني الله اعلم، ده حاجه في علم الغيب فانا الله اعلم ما اقدرش والله ارد على السؤال ده دلوقتي. ينفع تعملي فيديو عن ازاي اتعلمت الانجليش؟ الفيديو ده موجود على قناتي اوريدي، انا عملت الفيديو ده لو في منكم ما شافوش ممكن يكون في منكم ما وصلوش الفيديو او حاجه، اتكلمت فيه عن ازاي انا اتعلمت الانجليش، ايه التكنيكات اللي انا استخدمتها، كل حاجه اتكلمت فيها عن الفيديو ده، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، يا ريت لو انتم مهتمين بالموضوع تروحوا تتفرجوا عليه. ولو انتم ما تعرفوش اوريدي انا عندي قناه انجليش، انا عارفه ان انا بقالي حوالي سنه ما نزلتش عليها بس هرجع ان شاء الله ان انا انزل عليها واحده واحده، برضه هحط لكم اللينك بتاع قناتي الانجليزي تحت في الصندوق. عندك كراش او حد بيكراش عليكي وانت عارفه؟ لا انا ما عنديش كراش. للناس العاديه لا انا ما عنديش كراش. ممكن لو سالتوني على السليبرتي كراش، لو الاشخاص اللي احنا عمرنا اصلا ما هنقابلهم في حياتنا يعني من السليبرتيز الناس المشهوره يعني كده، اكيد عندي سليبرتي كراش بس ما عنديش كراش عادي على شخص عادي لا. وبصراحه ما اعرفش لو كان في حد بيكراش عليا ولا لا، لا دي معرفهاش صراحه. هو انتي مرتبطه؟ موضوع فكره الارتباط ده صراحه انا مش بحبها قوي، اصل الارتباط انتي هترتبطي بحد من غير ما يكون في قعده عائليه ما بين عيلتك وعيلته، فانا ما بحبش ده تماما. انا لو في حاجه انه لازم يكون في قعده عائليه ما بين عيلتي وعيلته ويكون في قرايب فاتحه، لكن موضوع فكره الارتباط دي لا صراحه مش بحبها. مكياجك اسمه ايه؟ اسمه بدون مكياج علشان انا اصلا مش بحط مكياج فمش عارفه من غير مكياج. انت في مدرسه ايه؟ لا انا في جامعه مش في مدرسه خالص. مامتك هتطلع معاكي في يوم من الايام؟ اوكي يا سوما، هو اكيد واضح ان انت لسه جديده في القناه واهلا وسهلا بيكي، بس ماما اوريدي طلعت معايا في القناه، يعني اول فيديو طلعت معايا فيه كان حوالي سنتين، كنت عملت لها مفاجاه بمناسبه عيد ميلادها، هحط لكم اللينك بتاع الفيديو تحت في صندوق الوصف، وهي بصلحها في فيديوهات لما بكون بعمل فيها مقالب، طلعت معايا في فيديوهات قبل كده، عملنا فيديو عادي قبل كده، واصلا يا جماعه انتوا ما كنتوش تعرفوا مامتي عندها قناه على اليوتيوب بس عاملاها جديد، روحوا اعملوا لها سبسكرايب علشان انا وهي هنبقى نعمل فيها، هي هتعمل فيها حاجات طبعا خاصه بيها اكيد وانا هبقى اطلع معاها في بعض الفيديوهات، وهنبقى ان شاء الله انا وماما نعمل بث مباشر هناك على قناه ماما، روحوا اعملوا سبسكرايب لقناه ماما، هحط لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو في فرصه انك تمثلي هتمثلي؟ اكيد لو في فرصه ودور مناسب ليا ومناسب لحجابي فاكيد طبعا، تعرفين يعني انا بعشق التمثيل اكيد. لما بتحسي بزعل واكتئاب بتعملي ايه علشان تنسي وتفرحي نفسك؟ اتفرج على فيلم او مسلسل كوميدي، يعني اي حاجه كوميدي بتتفرج عليها. ايه هي افضل سنه عدت عليكي وهل حققتي كل اهدافك فيها؟ افضل سنه كانت سنه 2018. ليه؟ لانه خلصت ثانويه عامه وده كان هدفي الحمد لله ودخلت جامعه. اوكي يا جماعه انا عارفه انه في
اسئله ما خدتهاش، بس الفيديو اوريدي كده طويل جدا. حاولت ان انا اجاوب على الاسئله المتكرره واغطي كميه من الاسئله. اسفه جدا لو انا ما خدتش سؤالك او سؤالك، بس اتمنى ان انتوا تتفهموا يعني انه الفيديو كده هيكون طويل. ما تنسوش تروحوا وتشوفوا كل الحاجات اللي انا حطها لكم في صندوق الوصف واتكلمت عنها في الفيديو ده، وما تنسوش ان في الفيديو اللي جاي هتكلم عن مواقف محرجه حصلت لي. وبس انا بحبكم جدا جدا، استنوا فيديوهات جايه كتير، وان شاء الله هعمل فيديوهات تمثيل اكتر واكتر، واستنوا الفيديوهات اللي جايه. وبس انا بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامه.